حضرتك احد المرشحين للبرلمان القادم 2015. حضرتك دلوقتي تقدمت بالورق الخاص بالكشف الطبي للجنه العليا للانتخابات. حضرتك ممكن تكلمنا الكشف الطبي صار ازاي وشايف ان المرحله مشيت؟ والله هو قرار المحكمه باعاده الكشف الطبي خلى كل المرشحين اعادوا الكشف الطبي، واحنا النهارده جينا لمستشفى المنيره لنعمل كشف طبي بناء على ورقه صادره من قرار اللجنه العليا للانتخابات. وانا شايف ان الكشف الطبي اجرى بدقه عاليه جدا، واجريه الفحوصات بدقه عاليه جدا. وانا بصرف النظر عن الانتخابات بعتبر نفسي دخلت لعمل بعض الفحوصات علي، وتمت الفحوصات بدقه وبعنايه شديده، والحمد لله الناس اللي هنا كلهم يعني أدوا رسالة جيدة في الكشف الطبي. من وجهة نظرك إيه سبب إعادة الكشف الطبي؟ والله هو حكم المحكمة الإدارية العليا يعني اللي قال إن اعتبر في نفس الوقت إن النواب كلهم اللي كشفوا سابقاً اعتبروا الكشف باطل وأعيد الكشف الطبي للمرحلة الأولانية، ويعني وضع بعض الناس يعتبر هو فيه بيحمل بعض المرشحين والناس بالذات المرشحين اللي قدراتهم المالية قليلة، حملهم عبء فوق العبء بتاعهم يعني. لكن في جميع الأحوال اللي اعتبر الناس كلها امتثلت لقرار المحكمة وعادة الكشف الطبي. تمام، اسمح لي باسم حضرتك مرشح حزب ايه؟ والله وانا حتليا يعتبر الورق بتاعي مرشح لائتلاف وحدة مصر تبع تيار الاستقلال، لكن في نفس الوقت اتمنى ان في نفس الوقت يعتبر الدوره تبقى فيها نزاهه، وانا شايف ان النزاهه موجوده، وفي نفس الوقت ربنا يوفق المجتمع المصري لاختيار ممثليه احسن اختيار ان شاء الله. هو الاول انا دخلت على النت وكتبت طلب اني انا عايزه المستشفى اللي انا عايزه اروح فيها وبياناتي كلها وتبعتها، وبعد كده جيت على المستشفى خدت الموعد والاجراءات كلها ماشيه اوكي بسهوله. يعني انا متابعه حزب مصر القومي تيار تبع تيار الاستقلال. الكشف الطبي السنه دي او الفتره الثانيه او الكشف الطبي الثاني ده حاسين ان احنا الحمد لله احسن يعني بكثير. ما اعرفش متهيألي جالهم تعليمات ولا انهم يكونوا دقيقين جدا، بس انا شايفاه ده احسن. يعني انا كشفت حلو جدا فكله كانوا دقيقين في كل شيء. يعني شايفه راي حضرتك في قرار اللجنه العليا للانتخابات بعد الكشف؟ هو بصراحة قرار ظالم أنا حاساه. يعني إحنا قدمنا قبل كده الكشف الطبي الأولاني، يعني ما كانش في داعي إن إحنا نقدم كشف طبي تاني، بس فأنا احتمال أنا حالتي تختلف لأني أنا الكشف الطبي اللي عملته وكده تبع الملف الأولاني بس كان اختفى من الحزب أو ضاع بمعنى أصح يعني. فالمرة دي المفروض كانوا يشوفوا الناس اللي عملت الكشوفات الطبية الأولانية، طب خلاص كانوا يستثنوها او حالات معينه اللي هم مشابهين فيها ممكن كانوا يعملوها، لكن احنا بالنسبه لنا نعمل ليه كشف طبي تاني؟ احنا عادي ما عندناش مشكله، بس في ناس عندها مشكله بصراحه ربنا يعني.